طبعا احنا وكده يعني. يعني معانا مشاكل من الواد الجديد، بس انا مش عايز ابتدي بيها، يعني عايزين نبتدي بالجانب المنتج، لان حضرتك في مداخله سابقه كلمتني على ان احنا خلاص عندنا 10,000 فدان تم زرعتهم من ضمن مشروع 1.5 مليون فدان، في ابار تم انشائها، شبكه طرق، فعايزين نكمل الكلام عن الانتاج. اخبرنا ايه في ايوه الموسم الصيفي وخطتنا كمحافظه؟ والله، خلينا نقول ان نهايه الموسم الشتوي الحمد لله رب العالمين، احنا اتمينا الموسم الشتوي عندنا بحوالي 440 الف فدان. المساحه دي بالكامل يعني استوفت خدماتها الزراعيه من تعاوي واسمده بنسبه 100%. مفيش مزارع ليه استحقاق أسمدة ما خدش، ما فيش محصول ليه احتياجات سمادية ما حصلش على الاحتياجات السمادية بتاعته. يمكن احنا من المحافظات اللي هي تعتبر الأول في عملية الخدمات الزراعية الحمد لله رب العالمين. برضو بمناسبة الموسم الشتوي، احنا الحمد لله رب العالمين طبعا انتهينا من زراعات القمح، وحاليا في مراحل الدراس والحصاد طيب لمحصول كويس ان حضرتك القمح. اثرت الموضوع ده، لان انا كان معايا الحاج احمد من ايوه الفرافره ايوه قريه الكفاح، بيقول لي ايوه في بنك التنميه والائتمان الزراعي لغايه دلوقتي مفيش اجوله علشان يوردوا فيها القمح. لا انا لسه مكلم مدير البنك فورا قبل ما اعمل المداخله مع حضرتك، قال لي احنا موفرين كل الاجوله. ده مدير البنك على مستوى المحافظه، ايوه موفرين كل الاجوله، واحنا كنا عملنا اجتماعين تنسيقيين قبل كده ووفرنا كل الاجوله للاماكن. بس بالعكس يعني الناس حاليا بتستلم الاجوله ليها اسبوع، ايوه بيستلموا اجوله ليهم اسبوع كامل طب بيستلموهم ده يعني عشان منطقة محصول الكفاح او الموسم. قرية الكفاح دي ممكن يكون فيها مشكلة في الموضوع ده؟ والله نرجع لهم تاني، مفيش اي مشكله، لو في اي مشكله هستأذن حضرتك، لان انت طبعا صوت الفلاح في المحافظة بتاعتك، طبعا طبعا فلاح فهستأذنك مننا. نتابعها مع رئيس البنك ونعرف منطقة الكفاح فيها مشكلة، لو فيها أزمة نبعت لهم لو في الأجوبة اي ازمه في اي منطقه ان شاء الله تحل بإذن الله. فورا. واحنا حاليا في مرحله تسليم الاجوله الفارغه، لانه بطبيعه الحال المزارع حاليا في مرحله الحصاد والدراسه عندنا، تمام فاحنا بنسلمه الاجوله ولينا اسبوع بتتسلم الاجوله للمزارعين. ان شاء الله، واحنا ان ويعني شاء الله الحمد هنجي لله لك، رب يعني العالمين، هنيجي نتابع معاك الموسم ده باذن الله ان شاء الله يا فندم شرفونا ان شاء باذن الله. الله تعالى. ويمكن انا قلت لحضرتك انه برضه عندنا المساحه تعتبر مساحه مميزه السنه دي، 186 الف فدان قمح لوحده، ويمكن متوسط الانتاجيه كان طيب يعني السنه انا اللي عايز اسال فاتت. سؤال، اتفضل. 186 ألف فدان في محافظة الوادي الجديد، بنتعامل إزاي مع إنتاجهم؟ يعني الإنتاج ده أنا بخزنه عندي في المحافظة ولا بيتم إرساله لمحافظات قريبة مني؟ يعني ده إنتاج ضخم على استهلاكي في محافظة الوادي الجديد. والله سؤال بشكر حضرتك عليه يا سامح بيه، لان انا فعلا استهلاكي كله اللي بيدخل الشغل عندي مش كتير، 30 الف طن، أيوه ونضيف عليهم مثلا 30 زيهم او اقل بشويه بيخزنوا المزارع عنده بمعرفته عشان يستهلكه هو بمعرفته. ولكن عندي 400 الف طن بتخرج خارج المحافظه وبتطلع على المطاحن المختلفه في محافظات الصعيد او حتى بحري. يعني احنا عندنا مساحه حوالي يعني كده انتاجيه بتصل ل 15 ضعف الاحتياج بتاع محافظه الوادي صح الجديد، ده بيصدر لخارج الوادي الجديد، خارج الوادي الجديد في المحافظات داخل الجمهوريه يعني. ده انا سالت السؤال ده لسبب، لان حضرتك في المداخله الماضيه قلت لي ان احنا عندنا الان تنفيذ لمشروع لشبكه طرق ضخمه وعملاقه، فده انا عاوز اوضح اهميه هذه الشبكه بصوره غير مباشره للمشاهد. انا دلوقتي عندي نص مساحه مصر محافظه الوادي الجديد، وفعلا نقدر ان احنا نضاعف اكتر من يعني نضاعف مرات عديده انتاجنا داخل هذه المحافظه، لكن هنعمل بيه ايه؟ محتاجين ان احنا نسوقه، محتاجين ان احنا ده انا احب اوضح لحضرتك يا سامح بيه استكمال لكلام سعادتك، ان الشبكه دي بطبيعه الحال وجودها هيضاعف المساحه على الاقل خلال سنوات قليله. صح انا ده توقعي، لان معموله شبكه ري، شبكه طرق عظيمه جدا وبتدخل على وادي النيل في منتصف وادي النيل مباشره،
وبتدخل من الجهه البحريه برضو على القاهره والجيزه، وبتدخل من الجهه الغربيه على سيوه وعلى الواحات البحريه وعلى منطقه العلمين ثم مرسى مطروح. يعني بصراحه شبكه الطرق، وتم تنفيذ 85% منها، يعني قريبا جدا ان شاء الله هيتم افتتاحها في خلال اشهر باذن الله قريبه، وده هيبقى فتح خير على الوادي الجديد كله. وانا اعتقد ان الوادي الجديد هيبقى يعني مستقبل مصر كلها فعلا. هو مش فتحة خير على الوادي الجديد فقط، هو فتحة خير على المصريين، لما بقى انا عندي نص مساحة مصر بتصدر لي غذاء، بتجيب لي غذاء من بلدي، دي فتحة خير علينا. لكن في نقطة برضه هوضحها، الحديث عن الوادي الجديد ممتع جدا. في ناس تسأل يقول لي ده انا ما عنديش مية هناك. لا، انا عايز اوضح، يعني حضرتك برضه توضح لي المشاريع المتعلقة بالري واستخدام المية بيتم ازاي في الوادي الجديد. اولا من ناحية ما عنديش مية، كل المراكز البحثية قالت لا انت عندك مية تكفيك بمعدل مميز لمدة 100 عام على الاقل. اما احنا استخدامنا للمياه بيتم ازاي، كل قرارات وزاريه، كل الابار اللي بتنشا جديده لابد ان تروي بالري الحديث لترشيد